نشرة الأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. في مؤتمر روما حول الهجرة والتنمية، رئيس الجمهورية يدعو إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية، ويجدد رفض تونس التوطين للمهاجرين غير النظاميين. ملف حجب الأعداد يغلق بعد قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي رفع الحجب، وإعلان وزارة التربية تقسيم الأعداد للتلاميذ اليوم الاثنين. درجات الحرارة تواصل تسجيل معدلات قياسية في تونس والعالم، ومع الرصد الجوي يتوقع تراجع الحرارة بداية من يوم الأربعاء القادم. منتصف الليل من تونس، أهلا بكم. افتتحت أمس بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بمشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيد وقادة من دول أوروبية وإفريقية ومن الخليج العربي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي. وفي كلمته إلى المؤتمر، دعا رئيس الجمهورية إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة لمجابهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مجددا بالمناسبة التأكيد أن تونس ليست ممرا ولا مستقرا للخارجين عن القانون. بمبادرة من رئاسة الجمهورية، ينتظم بروما المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية الذي شارك في فعالياته رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى جانب قادة من دول أوروبية وإفريقية ومن الخليج العربي، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي. وفي كلمته أمام قادة الدول المشاركة في المؤتمر، دعا رئيس الدولة إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها. أن الواجب يقتضي منا اليوم ومن الأمم المتحدة على وجه الخصوص إنشاء مؤسسة مالية عالمية كما اقترحت ذلك السيدة ميلوني، مؤسسة عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها، لإرساء نظام إنساني جديد حتى يحل الأمل مكان اليأس وحتى يعم الرخاء الجميع. كما شدد رئيس الجمهورية على أن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعيا المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب، مجددا بالمناسبة رفض تونس أن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون. أن تونس التي ألغت العبودية منذ سنة 1947 لن تقبل أبدا بهذا الصنف الجديد من الاسترقاق، وعلينا جميعا مقاومته، كما لن تقبل أيضا أبدا بأن تكون ممرا ولا مستقرا لمن هو خارج القانون، وخافرات سواحلنا لن تحرس إلا سواحلنا. كما أن الشعب التونسي لقن دروسا في تغليبه للقيم الإنسانية للكثيرين، عكس ما تبثه وتروج له الدوائر المرتبطة بشبكات الهجرة والتهجير والتوطين المبطن والاتجار بالبشر. المعالجة المشتركة لظاهرة الهجرة غير النظامية هو ما أكدت عليه أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفت التعاون مع تونس بأنه شراكة استراتيجية من أجل الاستثمار والتنمية البشرية والهجرة والتجارة والسيادة المشتركة. وبينت فون دير لاين في كلمة ألقتها في المؤتمر أن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى شراكات استراتيجية جديدة مثل تلك التي بدأها مع تونس لمواجهة تحدي الهجرة في أوروبا. وكانت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني أشارت في كلمة افتتاح المؤتمر إلى ضرورة بذل قصارى الجهد لتجديد العمل المشترك لتعزيز مسارات التنقل التي تعتبر قانونية وتتناقض مع الاتجار الفعال بالبشر والأشخاص وتهريب المهاجرين، مقرة بأن المقاربة الأمنية تجاه الهجرة غير كافية.
ويسعى المؤتمر إلى إطلاق خارطة طريق دولية لتنفيذ تدابير ملموسة للنمو والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا ومعالجة الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة غير النظامية وحشد كل الجهود المتعلقة بهذه الظاهرة. وفي سياق مشاركته في المؤتمر الدولي بشأن التنمية والهجرة التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الأحد بروما برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقد سبق هذا اللقاء محادثة مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، ثلاثة لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد عددا من رؤساء الدول والحكومات المشاركة في هذا المؤتمر، من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث تطرقت المحادثة إلى النقاط المدرجة على جدول أعمال المنتدى الدولي حول الهجرة، وسط تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة وضع حد لظاهرة الهجرة غير الإنسانية والقضاء على أسبابها العميقة والتصدي للشبكات الإجرامية التي تقف وراءها وتتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. القضاء على الأسباب، توفير جملة مبالغ من الأموال وخاصة القروض تتحول إلى هذا الصندوق، يتم إلغاؤها وتتحول إلى هذا الصندوق، فضلا عن الأموال المهربة في البنوك والمصارف في الشمال، توظف كلها لتوفير ظروف حياة أفضل لهؤلاء الضحايا. كما التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وشدد رئيس الجمهورية على ما يتوفر للبلدين من فرص واعدة لمزيد تطوير هذه الروابط التاريخية، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والبديلة وتحلية المياه والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من القطاعات، باتجاه إعطاء دفع أقوى للتعاون التونسي الإماراتي. وفي لقاء مطول جمعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، تم التأكيد على ضرورة مزيد تعزيز آليات وفرص التنسيق والتشاور ومعالجة القضايا المطروحة على البلدين، ومن بينها ظاهرة الهجرة غير النظامية والمتاجرة بالبشر وتداعياتها السلبية لا فقط على البلدين بل كذلك على المنطقة والعالم بأسره. بناء على أرقام من مؤسسات أممية، هذه الشبكات الربح الذي تستفيد منها 150 مليار دولار، 150 مليار دولار، المرتبة الثالثة بعد التجار في السلاح والتجار في المخدرات. وفي ظل الأعداد المتزايدة للمهاجرين غير النظاميين الذين يتخذون البحار والصحارى على حد توصيف رئيس الجمهورية قيس سعيد طرقا للهجرة، بات من الضروري البحث عن الأسباب العميقة التي تدفع بهؤلاء لركوب المخاطر، ومنها إيجاد حلول مبتكرة لتدفقات الهجرة غير النظامية، حلول لن تكون إلا جماعية وفي إطار تقاسم الأعباء بين كل المعنيين بهذا الملف المتشعب. زين المليكي للتلفزة الوطنية من العاصمة الإيطالية روما. في الشأن التربوي، قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي انعقدت الأحد بمدينة الحمامات رفع قرار حجب الإعداد عن الإدارة الذي تواصل تنفيذه طيلة السنة الدراسية 2022-2023. بعد تواصل متبادل لحركات الشد والجذب لما يزيد عن 7 أشهر بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، تمسكت خلالها الجامعات طيلة 3 ثلاثيات بقرار حجب الأعداد عن الإدارة، وبعد مسار تفاوضي لم يفضي إلى اتفاق رغم انتهاء السنة الدراسية، قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي انعقدت اليوم رفع قرار حجب الأعداد عن الإدارة، وفق ما أعلن الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأشار الشاب إلى أن القطاع عبر عن استعداده لمواصلة النضال انطلاقا من مفتتح السنة الدراسية القادمة بعد عقد سلسلة من الندوات التقييمية لتحركات المدرسين، والتي ستتوج بندوة وطنية للبحث في السبل والآليات التي يواصل بها القطاع تحركاته. رفع قرار حجب الأعداد يأتي عقب إمهال الوزارة المدرسين ومديري المدارس الابتدائية أجالا لتنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام، أجال وضعت حدا لسياسة الحجب وانقسم بعدها الإطار التعليمي بين من تشبث ومن كسر قرار الحجب. ومع انتهاء مدة الإمهال أعلنت الوزارة إعفاء 350 مدير مدرسة وحجز أجرة 17,000 مدرس ممن تمسكوا بحجب الأعداد، خطوة ردت عليها الجامعة بالإعلان عن مقاضاة الوزارة وتنظيم تحركات احتجاجية. وبين الرد ورد الفعل أفادت وزارة التربية أن نسبة حجب الأعداد قد انخفضت إلى ما دون 10% وأنه سيتم تسليم الأعداد لجميع التلاميذ بداية من يوم غد بالمدارس والمندوبيات الجهوية للتربية. إعلان وزارة التربية وقرار الجامعة العامة للتعليم الأساسي يزدلان الستار عن سنة دراسية انتهت بتوتراتها وأزماتها، وبين حجب الأعداد وحجز الأجور ظل التلميذ يدفع ضريبة منظومة تربوية مهددة بالانهيار وحرب شد وجذب امتدت لسنوات، فمتى سيكون الإصلاح؟ تشهد تونس الأسبوع الثالث على التوالي موجة حر شديدة في جميع مناطق البلاد في صورة مشابهة لما تعانيه دول نصف الكرة الأرضية الشمالية، وهو أمر يعكس تطورا مناخيا جديدا وصعبا يؤثر على الإنسان كما على الأشجار والنباتات. يقبع نصف الكرة الشمالية على صفيح ساخن منذ أسابيع متتالية في شهر هو الأكثر حرا منذ عقود طويلة، حيث تشهد تونس الأسبوع الثالث على التوالي موجة حر شديدة في جميع مناطق البلاد شملت أيضا المدن الساحلية. امتداد فترة الحر لما يقرب من 20 يوما جعلت الطلبة يتزايد على الكهرباء جراء استعمال الكثيف لوسائل التبريد، ويرافق هذه الفترة حالة من الإرهاق الشديد لدى التونسيين الذين يحاولون التكيف مع الوضع الطبيعي الصعب في أزمة مياه جعلت الاستخدام المفرط يدفع إلى تقطع فترات ضخها. كما تسببت الحرارة غير المسبوقة في اندلاع حرائق في الشمال الغربي وفي جنوب البلاد، تسببت في احتراق أشجار الغابات واحتراق عدد من الأشجار المثمرة من بين أشجار الزيتون والنخيل، فضلا عن هلك عدد من رؤوس الأغنام والأبقار دون تسجيل أضرار بشرية. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي ينتظر أن تشهد موجة الحر انفراجا مساء من يوم الثلاثاء المقبل. الكتل الحارة بدورها تسيطر على عدة مدن أوروبية ترافقها معدلات رطوبة قياسية تسببت في اندلاع حرائق الغابات على غرار جزيرة رودس اليونانية، حيث أجبرت الحرائق المئات على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة وتسببت في تدمير مساحات شاسعة من الغابات وألحقت أضرارا بالفنادق. وفي الولايات المتحدة الأمريكية حيث يرزح الملايين تحت وطأة موجة الحر المضنية، حذرت السلطات من مشاكل متعلقة بجودة الهواء في الكثير من مناطق الولايات، حيث أدت الحرائق المسعرة في جنوب كاليفورنيا إلى إخلاء أعداد كبيرة من سكان المناطق المتضررة وسط توقعات بتسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تستمر موجات الحر الشديدة في جزء كبير من العالم في الشهر المقبل وفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. في أخبارنا الدولية، اندلعت اشتباكات في أجزاء من السودان مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها 100 في ظل عدم تمكن جهود الوساطة التي تقوم بها قوى إقليمية ودولية من إيجاد سبيل للخروج من صراع بات مستعصيا على الحل. وتوغلت قوة الدعم السريع في الآونة الأخيرة في قرى بولاية الجزيرة الواقعة جنوبي الخرطوم مباشرة، حيث استهدفهم الجيش بضربات جوية. وزارة الصحة السودانية أكدت أن القتال الذي تسبب في زيادة حادة في العنف العرقي أودى لحد الآن بحياة زهاء 1136 شخصا، فيما تقول الأمم المتحدة أن النزاع قد تسبب في تشريد ما يزيد عن 3 ملايين شخص. في إسبانيا بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت أمس الأحد 12.53% عند الساعة 6 مساء من أمس الأحد،
وذلك دون احتساب التصويت عبر البريد الذي سجل رقما قياسيا بلغ 2.47 مليون ناخب هذا العام. هذا وظهر استطلاعان للرأي تم نشرهما بعد نهاية الاقتراع أن اليمين المتطرف يتجه نحو أول مشاركة له في تشكيل الحكومة منذ انتهاء حكم فرانسيسكو فرانكو، حيث من المتوقع أن يفوز الحزب الشعبي المنتمي ليمين الوسط وحزب فوكس بمقاعد كافية في الانتخابات ليشكل معا حكومة ائتلافية. وفي أخبار الرياضة، توج السباح التونسي أحمد الحفناوي بالميدالية الفضية في سباق الأربع سباحة الحالية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في هذه العناوين. في مؤتمر روما حول الهجرة والتنمية، رئيس الجمهورية يدعو إلى إنشاء مؤسسة مالية عالمية، ويجدد رفض تونس التوطين للمهاجرين غير نظاميين. ملف حجب الأعداد يغلق بعد قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي رفع الحجب، وإعلان وزارة التربية تسليم الأعداد للتلاميذ اليوم الاثنين. درجات الحرارة تواصل تسجيل معدلات قياسية في تونس والعالم، ومع الدراسة الجوية توقع تراجع الحرارة بداية من يوم الأربعاء القادم. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.